توقعاتي أنا أتوقف عند هذه المرحلة. الحالة التي نعيشها اليوم فيما يخص المنتخب الوطني الأول يخيل لك وكأن الجزائر من يعني الضيوف الدائمين لكأس العالم. نحن ذهبنا لكأس العالم 4 مرات فقط، يعني لنصحح ولنذكر الجمهور العريض الذي يريد أن يوهمنا بأننا البرازيل في المونديال. نحن الجزائر ذهبنا 4 مرات لا أكثر ولا أقل. إيطاليا عندها 4 كؤوس ولم يحدث ما يعطيك الصحة ولم يحدث ما حدث للجزائر، وهي تمتلك مثل ما قال محمد 4 كؤوس وليس 4 مشاركات. نحن المشاركة، لكن الحديث اليوم بسبب ما حدث في المباراة مصطفى. طيب. ما زي شطرني الرأي. طيب. يعني إقصاء من التأهل إلى المونديال بسبب حكم جاء بمهمة مباشرة لإقصاء منتخب خيبة كروية. خيبة.